مباشرة إلى الزميلة عرين العملي في منطقة المطلة أيضا في القدس. عرين، أهلا بك. مرحبا بك محمد، ومرحبا بالسادة المشاهدين جميعا. يعني مساء العروبة، مساء مقدسي بامتياز، حيث أتواجد الآن في منطقة حي جبل الزيتون. هذه المنطقة المرتفعة والتي تعد من أكثر المناطق والجبال ارتفاعا في مدينة القدس، حيث يبلغ ارتفاع 830 متر عن سطح البحر. هذه المنطقة تسمى بالمطلة، المطلة وهي المشرفة، وكما تشاهدون في الصورة خلفي يعني المسجد الأقصى وقبة الصخرة، يعني هذه المناطق التاريخية والتي تدل على قدسية وفلسطينية وعربية المسجد الأقصى والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. المنطقة منطقة الطور التي تشهد استيطان وتشهد اعتداءات في كل يوم. لو يعني تشاهدون في هذه المناطق التي تقع مقابلنا المقبرة الرحمة التي تتعرض باستمرار لعمليات تجريف، والمنطقة جميعها محاطة بسور استيطاني لعدم التوسع في هذه المنطقة ولزيادة التضييق على هذه المنطقة. كما أريد أن أتحدث أكثر عن منطقة حي جبل الزيتون، والتسمية القديمة لهذا الحي هو طور زيتا، أي جبل الزيتون، حيث طور بمعنى جبل، وهي في المنطقة الشرقية من البلدة القديمة في القدس، وتعتبر من أقدم القرى في مدينة القدس وموطن للعديد من المواقع الدينية والأثرية التي تحولت إلى وجهة سياحية معروفة. بالإضافة إلى ذلك، يعني هناك مشهد ساحر كما تشاهدون في هذه المنطقة، وتعتبر هذه المنطقة أيضا موقع لصعود المسيح عليه السلام، وموطن قبر السيدة مريم وقبر الناسكة أيضا رابعة العدوية، بالإضافة إلى العديد من المواقع التاريخية ككنيسة الجثمانية وغيرها. هذا المكان وجبل الطور الذي إلى اليمين من هذه المنطقة هي بلدة العيسوية التي تتعرض بشكل يعني متكرر لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والاعتقالات والمضايقات المستمرة. يعني تقع في الطور أهم المرافق الصحية أيضا، حيث هنا مستشفى المقاصد ومستشفى المطلع ومركز الأميرة بسمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. الاعتداءات الإسرائيلية على هذه المنطقة مستمرة لأنها منطقة عالية ومرتفعة وصحية، لذا اختير يعني وضع المستشفيات في هذا المكان. بشكل عام بلدية الاحتلال تضيق على المواطنين بشكل يعني ممنهج بعدم منح تراخيص بناء للفلسطينيين في جبل الزيتون. هذا أضاف المزيد من القيود على سكان البلدة التي تتزايد أعدادهم بشكل مستمر، وتضع سياسة عدم منح تراخيص أيضا البناء للفلسطينيين، مما يضع الفلسطينيين أمام خيارين، إما الرحيل من هذا المكان أو البناء دون ترخيص. وهذه سياسة ممنهجة لتفريغ الأرض من أصحابها وللتطهير العرقي بالتأكيد عرين، لكن كل ذلك المكان. عرين، نعم. كل ذلك لم يفت من عضد المقدسيين الذين ارتبطوا وتجذروا كأشجار الزيتون التي نشاهدها في ساحات الأقصى وفي المحيط، مرتبطين بهذه الأرض، وهذه الإجراءات لم يعني تمس تلك القناعات الراسخة بالارتباط بهذه المدينة المقدسة وأبناء شعبنا العربي والإسلامي على امتداده من المحيط إلى الخليج وعبر كافة الفضائيات التي تنقل البث في هذه اللحظات، يعني يتعرفوا بشكل أوسع وأكبر على هذا التمترس وهذا الصمود الذي يدعم بشكل كامل من القيادة الفلسطينية للرسوخ والثبات في هذه المدينة المقدسة. أشكرك جزيلا على هذه الإطلالة عرين العملي وهذه المعلومات القيمة والثرية لمشاهدنا العربي. شكرا جزيلا لك.